السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو اللي بدنا نتكلم فيه عن اخر اخبار رياضه سوريا بدنا نتكلم فيه عن كل فئات منتخبنا الوطني السوري من الرجال الى الشباب الى الناشئين في هاي كل المنتخبات في عليها اخبار مهمه جدا لازم نذكرها بهذا الفيديو لذلك خلونا نفوت بالمقدمه على السريع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شلونكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه معكم علاوي من قناه علاوي يوتيوب بقناتها انزل محتوى رياضي سوري اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغط لايك الفيديو اشترك بالقناه وخلونا نبلش بالفيديو بلش بالخبر الاول ونطمنكم ونقولكم ان انه الحمد لله رب العالمين حاليا وصل الى بعثه منتخبنا الوطني السوري كل من بابلو صباغ اضافه الى ستيفان إضافة إلى إضافة إلى إميليانو عمور إضافة إلى مصطفى عبد اللطيف وأيضا منتخبنا الوطني السوري سافر في بعثته من دمشق إلى الإمارات وحاليا بعد تنزيل هذا الفيديو ممكن يكونون وصلوا الهند أو اقتربوا جدا من الوصول إلى الهند حيث إقامة هذه البطولة بطولة الهند الودية ننتقل للخبر اللي بعده نتكلم عن منتخبنا الوطني الناشئ اللي راح يخوض إن شاء الله أولى المباريات له في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن غدا بإذن الله تعالى أمام المنتخب الفلسطيني ان شاء الله غدا الخميس سيخوض اولى المباريات امام المنتخب الفلسطيني تفاصيل هذه المباراه ستكون ان شاء الله عند الساعه الخامسه مساء بتوقيت سوريا هذه المباراه ان شاء الله ستقام هنالك في الاردن منقوله على الصفحه الرسميه للاتحاد غرب اسيا على اليوتيوب اللي راح رابطها تحت ان شاء الله بأول تعليق مثبت عندي بالفيديو أيضا منتخبنا الوطني مثل ما تعرفون وصل إلى محترفين يلي هم أحمد الخلف إضافة إلى محمود خاني يلي يلعبون هنالك في الدوري الألماني الممتاز وإن شاء الله في هنالك محترفين كثر سينضمون للمنتخب عندما يلعب بطولته الرسمية التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا طبعا مثل ما تعرفون مجموعة منتخبنا الوطني الناشئ في بطولة غرب آسيا اللي حاليا مقامة في الأردن تضم ثلاثة منتخبات منتخبنا الوطني السوري ومنتخب البحرين والمنتخب الفلسطيني البارحيات لعبت مباراة البحرين أمام فلسطين وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل السلبي صفر صفر بصراحة منتخبين لم يقدموا المستوى المطلوب ما في عندهم انهاء، فان شاء الله احنا قادرين انه نفوز على المنتخب البحرين وقادرين انه نفوز على المنتخب الفلسطيني اذا حطينا عقلنا براسنا، واذا ادخلنا المحترفين الاثنين هذول المتواجدين حاليا في منتخبنا الوطني الناشئ، وباذن الله نقدر نحصل اما على متصدر المجموعة ونتأهل من بين هذول الثلاثة مجموعات او نقدر نحصل على افضل ثاني من بين هذول الثلاثه مجموعات على اقل تقدير ونطلع ونتاهل الى دور نصف النهائي اما بالنسبه لمنتخبنا الوطني الشبابي فحاليا يجري معسكر هنا محلي في دمشق البارحيات لعب مباراة انتهت بنتيجة واحد كل أمام نادي أهلي حلب بصراحة مجهز جدا هذا الموسم وبحسب ما كتب الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية بأنه منتخبنا الوطني السوري استطاع أنه يهيمن على أوقات كثيرة من هاي اللقاء واستطاع أنه يتحكم برتمها منتخبنا الوطني الشبابي ضم عدة محترفين حاليا في المعسكر المحلي منهم احمد السقعان اللي جبناه من مصر يلعب في نادي امبي اضافه الى عبد الرحمن الميهي المحترف في الاردن الفيصلي وايضا هذول المحترفين كنا نعرفهم لانه مثلوا المنتخب سابقا وتكلمنا عنهم لكن هنالك محترف جديد حاليا انضم الى معسكر منتخبنا المحلي الوطني في دمشق اللي هو يوشع كناج يلعب في نادي اولمبيك سيدني الاسترالي وما شاء الله هذا موهبه كبيره وقويه جدا 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 اضافه الى ان هذا المحترف تاسس في اكاديميات ايطاليه وايضا الجرايد الايطاليه ناشره عنه كاحد الموهوبين واحد المحترفين القادمين في سماء كره القدم كلها العالمية إن شاء الله يا رب نستفيد من هذا يوشع كناج يلي يلعب في مركز الهجوم وخذوا لي الخبر الجميل أيضا في هنالك محترف يدعى وسام دخان يلعب في نادي أوريبو الناشط في الدوري السويدي الممتاز يلعب في مركز الوسط ممتاز جدا مهاريا ورؤيته جميلة جدا بأرضية الملعب من حيث التمريرات يستطيع أنه يفرد المهاجم بلمحة بلمح البصر هذا ايضا تم استدعائه للمنتخب ولكن ليس في هذا التجمع المحلي انما ان شاء الله في التصفيات النهائيه نها... تصفيات لنهائيات كاس اسيا لمنتخبنا الوطني الشبابي حيث انه في هنالك ان شاء الله محترفين سواء مثلوا منتخب سوريا سابقا ولا جدد راح ينضمون وينضافون لاسماء هؤلاء المحترفين الثلاث في قائمه المحترفين في البطوله الرسميه اللي هي تصفيات نهائيات كاس اسيا للوصول الى نهائيات كاس اسيا لمنتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عام. اما بالنسبه لمنتخبنا الوطني للرجال فعنده موعد مباراه ان شاء الله كلنا نعرفها 6 9 امام موروشيوس، ان شاء الله سيلعب منتخبنا الوطني السوري امام موروشيوس يوم الجمعه المقبل 6 9 هنالك في الهند. ان شاء الله هذه المباراة بحسب الانباء الحالية تقام الساعة الخامسة بحسب توقيت سوريا، اما بالنسبة لنقل مباراة سوريا امام موروشيوس وسوريا امام الهند ايضا، المباراة اللي ستقام في تسعة 9 فللان ايضا الناقل غير موضح، في هنالك انباء تقول بان سوريا دراما ستنقل هذه هاي المباراتين ولكن لا يوجد هنالك اي مصدر موثوق تكلم في هذا الامر، ولكن مباراة الهند امام موريشيوس لعبت وبلشوا بهاي البطولة البارحيات وكان في هنالك احد القنوات الهنديه بثت هاي المباراه بدون ما يتم يعني اغلاق هذا البث، ساضع لكم رابط هاي القناه الهنديه على اليوتيوب رابط قناه قناه يوتيوب عاديه بثت هاي المباراه بشكل كامل بدون تقطيع راح اضع لكم هذا الرابط تحت بصندوق الوصف بنسبة كبيرة ستبث ايضا مباراتنا امام موروشيوس يعني ان شاء الله في هنالك احتمال كبير انه يشوف مباراة سوريا امام موروشيوس على البثوث المباشرة سواء كان على اليوتيوب ولا على الفيس وفي هنالك قناتين هنديتين اعلنتا نقل مباراة سوريا امام موروشيوس وسوريا امام الهند ولكن للاسف هاي القناتين كالعادة لا تعمل سوى في الهند لذلك يجب على الاتحاد السوري لكرة القدم ونحن نطالبه من هون بأنه يأمنلنا مشاهدة مباراة سوريا أمام الهند وسوريا امام موروشيوس في هاي البطوله الوديه، وبالنسبه لمباراه الهند امام موروشيوس اللي اقيمت البارحيات انتهت بنتيجه التعادل السلبي، بصراحه المنتخبين فنيا سيئين جدا جدا، الهند تصنيفه عالميا 124 وموروشيوس 179، فمن العار وكبير العار انه ما نحصل على هاي البطوله اللي ينافسونا فيها الهند وموروشيوس، ومشان ايضا اصدمكم بانه موروشيوس اللي تصنيف 179 كانت أفضل وخلقت فرص أقوى من الهند في هاي المباراة فمروشيوس أخطر علينا من الهند مشان يعرفون جماعة لاعبيننا والاتحاد السوري لكرة القدم والناس اللي مشاركين بهاي البطولة لازم ما نستهين لا موروشيوس ولا الهند ونلعب بشكل منظم وبشكل جيد مشان ايضا يكون في هنالك انطباع جميل للمنتخب على مدربنا الوطني اللي اول هاي اول مباراه له واول بطوله اله يستلم فيها منتخبنا الوطني السوري، اضافه انه في هنالك شغله خايف منها بشكل كبير اللي هو سوء ارضيه الملعب يلي راح نلعب عليها هاي البطوله واللي لعبت عليها مباراه الهند امام موريشيوس البارحه الله يستر يا رب خاصة محترفين في هاي في هذا الملعب بصراحة ملعب سيء جدا خاصة أنا خايف على اللاعب بابلو صباغ ستقول أنه ما أتمنى بابلو صباغ يدخل بشكل أساسي في مباراة موروشيوس وأمام الهند لأنه هذا اللاعب مثل ما قلنا لكم حاليا يلعب تحت تأثير المسكنات وعائد جديد من الإصابة ويلعب تحت الآلام والضغوطات فبصراحة لعب بابلو صباغ في هذا الملعب هي مجازفة كبيرة في مسألة يعني إصابة هذا اللاعب إن شاء الله يا رب الله يبعد عنه كل إصاباته كل شهر المحترفين الله يستر منهم يا رب الله يستر عليهم من هذا الملعب السيء جدا لكن بحسب رأيي أهم شيء بابلو صباغ ننتبه عليه إذا يعني كان لابد من إدراجه مشان يعرف خوسيه أنا مستوى الحقيقي ينزله كبديل ما ينزله كأساسي بحسب رأيي لأنه إحنا أهم شيء سلامة لاعبينا ايش نستفيد اذا حاليا دخل بابلو صباغ ولا سمح الله بالرسميات اللاقي مصاب بس والله هذا كان فيديو اليوم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته